كشك دراجان، كشك بقى شيك كده، 10 أعمدة كده أو 5 يمين وخمسة شمال، 14 عمود. كشك طراجان شكله شيك على النيل. كل حاكم روماني أو بطلمي يجي يبني كشك، ممر، أثر عشان يثبت نسبه إلى الإله. كشك طراجان بمعبد فيلة. طبعا معبد فيلة كان في الجزيرة اللي هناك ديت اللي حواليها الحدود الحديد، لما غرق تم نقله هنا. كشك طراجان معبد فيلة.